وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف الدكتور نبيل أبو الفتح، وكيل الزراعة والثروة البحرية بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني. بعد التحية دكتور نبيل، ما هي النتائج التي تحققت لصالح تعافي البيئة البحرية وانعكاسها على المخزون السمكي منذ البدء بتنفيذ قرار منع الصيد بشباك الجر القاعي أو ما يعرف بالكراف في المياه الإقليمية لمملكة البحرين؟ مساء الخير، شكرا في البداية لاستضافتنا للقاء الضوء على الإجراءات اللي أخذتها الوزارة بخصوص الحفاظ على البيئة البحرية. طبعا في العام 2018 أصدر سعادة وزير الأشغال وشؤون البلديات مجموعة من القرارات التنفيذية لتنظيم حركة الصيد وحماية الثروة البحرية من الممارسات الخاطئة، وأبرزها طبعا الصيد البحري باستخدام شباك الجر القاعية الكراف في المياه الإقليمية لمملكة البحرين. طبعا بالنسبة للنتائج اللي تحققت لصالح تعافي البيئة البحرية، كلفنا أحد الاستشاريين المختصين لدراسة البيئة البحرية، والواقع بيّن أن في سنة واحدة نسبة التعافي كانت حوالي 18% بعد منع الكرف في المياه الإقليمية للبحرين. ففي سنة واحدة 18%، نتوقع احنا في خلال 3-4 سنوات يتعافى البحر ب يعني اكثر الى 30-40% ان شاء الله باذن الله. اود الاشاره ان في توجيهات الحكومه الموقره ومتابعه سعادة الوزير، هناك الكثير من المبادرات التي ستأتي إن شاء الله وتسهم في النهوض بقطاع الثروة السمكية. طبعا هذه كلها دعم لملف الأمن الغذائي في مملكة البحرين. نعم دكتور نبيل، يعني كيف تعملون على ضمان الالتزام بالإجراءات التي تضمن تعافي البيئة البحرية؟ في الواقع لضمان واستدامة الإجراءات لتعافي البيئة البحرية، طبعا تقوم الإدارة الرقابة البحرية مع جهازات العلاقة مثل قيادة خفر السواحل ووزارة الداخلية بحملات مستمرة، الهدف منها تشديد الرقابة على المخالفين في مواقع الصيد البحرية. والواقع في 2020 أسفرت الحملات عن منع حوالي 145 صياد مخالف من الصيد بطريقة غير قانونية، حيث تم ضبط شباكهم المضرة بالبيئة والمخالف للقانون من قبل مفتشين إدارة الرقابة البحرية، وتم ضبط حوالي 129 شباك للكراف وحوالي 16 شباك غير قانونية، وضبط أيضا 4 قوارب تقوم بتشغيل العمالة الأجنبية بطريقة غير مخالفة للقانون. طبعا نود أن نؤكد أن فريق التفتيش التابع لإدارة الرقابة البحرية مستمرة في جهودها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة من أجل ضبط أي مخالفات من شأنها التأثير سلبا على المخزون السمكي لمملكة البحرين. طبعا الوكالة تعول على الحس الوطني لدى العاملين في قطاع الصيد البحري من أجل وقف أي ممارسات تهدد المخزون السمكي وتضر بالبيئة البحرية في البحرين. شكرا. نعم الدكتور نبيل أبو الفتح، وكيل وزارة الزراعة والثروة البحرية بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، شكرا جزيلا لك.